وانتقل الى كابتن مصطفى هنداوي. كابتن مصطفى هنداوي يا جماعه والد كريم هنداوي الحارس المبدع، حارس مرمى المنتخب المصري اللي كسب احترام العالم كله النهارده، وكان سبب رئيسي في فوزنا على الماكينات الالمانيه النهارده. وطبعا يعني كلنا شفنا كريم النهارده وتالق كريم، وكريم وكريم مش بس تألق النهارده ولكن ايضا تألق في طوال المباريات، طوال فتره البطوله، وكانت ليه يعني عمل اخذ بطاره النهارده من حارس المنتخب الالماني لما كان المنتخب الالماني فايز علينا في 2015 في تصفيات كاس العالم، كان فايز 19-10. الحارس بتاعهم عمل حركه كده لما احد المهاجمين بتوعنا حاول انه يسدد كوره، فهو رفع ايده ومسك الكوره بسهوله وعمل كده العلامه دي انه لا يعني انت مش هتسجل. النهارده كريم رد هذه الحركه، اللي طبعا حركه طريفه لالمانيا، واخذ بتاره وكرر نفس الاشاره. كابتن مصطفى مساء الخير والف الف مبروك. مساء النور دكتور عمرو، ازي حضرتك ومبروك لمصر كلها، وبعتذر عشان صوتي مش طالع من كتر التشجيع، فارجو يعني تلتمس لي العذر بعد اذنك. لا بالتاكيد يعني كلنا نلتمس لك العذر والله، ويعني احنا يعني معظم المصريين النهارده لما كنا يعني بنتفرج على الماتش يعني واحنا سامعين الصيحات الجماهير والمتفجعين المشجعين في كل يعني الاماكن. عموما كنت شايف كريم ازاي النهارده وفي البطوله بشكل عام؟ الحمد لله كريم، الحمد لله ماشي كويس، وأداؤه من كل ماتش بيعلى، وشفنا في ماتش السويد كان عامل ايه، كان الحمد لله كان نجم فيها، والنهارده برضه الحمد لله كان احد اسباب الفوز هو زمايله طبعا. عمره ما كان بيبقى لا يعني الفريق عمره بيبقى واقف على لعيب واحد، هو فريق جماعي، لكن كريم اداء النهارده اداء مشرف جدا ورفع اسم مصر، والحمد لله فوزنا فوز غالي قوي وفرق سكور، وقدرنا يعني نوري الناس قد ايه مصر غاليه قوي. ولاحظ حضرتك ان الماتش بتاع النهارده رفع كريم في التقييم بتاع الاتحاد، اللي خلاه نمره 2 في حراس المرمى على مستوى البطوله. جميل، الحمد لله يعني. جميل جدا، دي طبعا يعني حاجه رائعه، وباذن الله يعني مزيد من التقدم لكريم وزمايل كريم. يعني لسه كنت بتكلم مع الكابتن نبيل خشب واقول ايه سر تالق وتميز رجالة كرة اليد، يعني هم مصريين وباقي اللعيبة في اللعبات التانية والرياضات التانية أيضا يعني مصريين. خلينا نتكلم بشكل صريح، يعني كرة القدم اللي بيتصرف عليها كتير يعني كتير، مش عايزين نقول أرقام، لكن ليه النتائج هنا متواضعة وفي اليد نتائج بسم الله ما شاء الله؟ بص يا كابتن دكتور، أنا مش عايز أخش في المقارنة دي، بس أنا هدي ملحوظة صغيرة جدا. لعيبه الهاندبول بيلعبوا هاندبول علشان هم بيحبوا الهاندبول. لعيبه مثقفه جدا، تعليم عالي جدا جدا جدا، اخلاق نمره واحد الاتحاد بيحطها في اللاعب، عمره ما هيجيب لاعب حتى لو مستواه كويس اخلاقه تبقى يعني مش على المستوى، فبالتالي اللعيبه دي بتحب اللعبه وبتتفانى فيها وبيخلصوا فيها، فالتدريب والبرنامج اللي معمول واللعيبه نفسها واخلاصها وحبهم لبعض، دي نقطه مهمه جدا جدا، حبهم لبعض، مين اللي يلعب مش مهم، المهم الفريق يكسب. فالتفاني ده لازم والحب ده لازم يخلق جو يخليك تكسب. لكن عمرك ما بتفكر ان انت العب وانا اللي جيب جون ومش هم بس لحد، لا انا اللي اقف جون والجون الثاني ما يقفش، لا ما فيش في الفرقه دي كده. الفرقه دي بتلعب علشان تكسب وعشان ترفع اسم مصر. صحيح. وفي المستوى اللي احنا شايفينه ده ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله ان شاء الله يا رب ميدالية يا رب من عندك باذن الله باذن الله. يمكن انا قبل ما ادخل الاستوديو كنت يعني كده عمال اشوف السوشيال ميديا وشفت تغريده للكابتن حماده النوبي، وحماده بيتكلم عن هذا الجيل وبيصفه بانه اعظم جيل في كره اليد، كانت لفته رائعه بصراحه، مش عارف شايفها ازاي. انا عايز اشوف طبعا كابتن حماده النوبي ده قيمه وقامه، وهو من تواضعه بيقول الكلام ده. الحقيقه حماده الروبي يعني من هو يعني من الاجوان اللي معدوده في مصر يعني، ف يعني شرف ان احنا نسمع منه الكلام ده.
فالحمد لله هو وحماد النقيب دول، وايمن صلاح طبعا يعني فوقيهم كمان. فكلمه جميله من حماده الروب وحماده النقيب، يعني الحمد لله يعني الناس دي على اعلى مستوى. بس خد بال حضرتك بقى، الكلمه دي في حد ذاتها يوريك مدى الترابط والحب. صحيح صحيح، اجيال اجيال مختلفه ومع ذلك يعني فخورين بهذا الجيل. انت لو حضرتك شفت التغريده او البوست بتاع كابتن حسين زكي كمان، يعني هتنبسط جدا جدا منه. دي لعيبه بتحب مصر وبتحب الفرقه وبتحب اللعبه. طيب الماتش اللي جاي مع فرنسا توقعاتك ايه يا كابتن مصطفى؟ يعني فرقتنا الحمد لله انا شايفها يعني في المستوى الاول مع كل الفرق، وفي تنافس نتعشم باذن الله وامل من ربنا يا رب، ودعوات المصريين كلها، توفيق ربنا الاول ودعوات المصريين كلهم، ان شاء الله باذن الله هنكسب وهنوصل للدور النهائي باذن الله رب العالمين باذن الله. كلمت كريم النهارده بعد الماتش؟ طبعا قبل الماتش ده، دي عارف حضرتك يعني حاجه مسجله، يعني ماركه مسجله قبل الماتش بساعتين بنكلمه قبل ما يخش، وبعد كده بعد الماتش بنكلمه، وحسيت من مكالمته مدى فرحته ومدى فرحه الفرقه كلها وارتباطهم. فالحمد لله يعني هم راضيين عن نفسهم عن ادائهم، فربنا يكرمهم ان شاء الله. قلت له قلت له ايه النهارده قبل الماتش؟ لا قبل الماتش ده تقول له شد حيلك وربنا يكرمكم، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم. انا شايف الصوره حضرتك على التلفزيون لما كريم بيشاور. أيوة. الصوره دي ليها ذكرى عندنا، والحمد لله تترد. الحمد لله اي حد خد مننا موقف. أيوة. في فرقه في ماتش السويد احنا ردينا عليهم وكسبناهم، وادي الماتش المانيا ردينا علينا وكسبناهم، وكريم رد على الموقف اللي حصل مع اللعيب المصري بتاعنا. مش فاكر مين اللعيب بالظبط، لكن يعني الحمد لله يعني جاب الطار زي ما بيقولوا. جاب طار. طبعا يعني مش عايزين نقول طار يعني. ايوه احنا ايه جاب، لا يعني بين قوسين يعني. جاب حقنا يعني. جاب حقنا يعني. صحيح. الحمد لله المنتخب النهارده شكله شرف. صحيح. يا دكتور. وحاجه يعني مصر كلها تفتخر بيها، اللعبه الجماعيه دي فعلا اللعبه صاحبه السعاده. صحيح. صاحبه الابتسامه للمصريين. صحيح. اللي المفروض الكل يعني يتكاتف عليها، ويبقى ليها راعي رسمي. راعي رسمي للعبة دي. نعم. يقدر يدي اللعيبة دي حقهم، والمكافآت للعيبة دي لازم تزيد، ولازم يكون لهم تكريم مختلف خالص عن أي لعبة تانية. مفيش. لاحظ حضرتك إن لعبة كرة اليد اللعبة الوحيدة، مفيش كأس عالم إلا ما بتشارك فيه، مفيش أولمبياد إلا ما بتشارك فيها. صحيح. كل ده ميزة. النهاردة أولادنا الصغيرين، كل أولاد مصر كلها عايزة تلعب كرة يد. صح. يا رب تبقى اللعبه الشعبيه الاولى يعني ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك وبقول لك الف مبروك، وبقول لكل يعني مصر الف مبروك هذا الاداء الرائع، والنتيجه الاكثر روعه لمنتخبنا لكره اليد في اولمبياد طوكيو. انجاز كبير جدا، ان شاء الله مكملين في هذا الانجاز، و الطريق الى ميداليه اولمبيه للمره الاولى ان شاء الله هيكون طريق سهل بإذن الله. هو يعني الماتش اللي جاي مع فرنسا ماتش مش سهل، لكن بهذه الروح وبهذه العزيمة اللي احنا شايفينها في رجالة كرة اليد مفيش حاجة مستحيلة بإذن الله. شكرا جزيلا كابتن مصطفى هنداوي، والد حارس منتخبنا المتألق كريم هنداوي.